في يوم مش شايفاها بلطة وفنة. مساء الخير واهلا بيكم معانا طرطق ودانك وفنجل عينيك. موضوع حلقتنا النهارده تقريبا جوه كل بيت بيشوفنا، وطبعا ضيوفنا ليهم علاقه وثيقه جدا وبينطبق عليهم الموضوع ده. تعالوا الاول نرحب بمي سليم ومي حمدان. هندوس ولا لا؟ عامله ايه؟ انت اخبار سنت؟ طيب نجلس طيبين. اتفضل. طبعا دلوقتي الموضوع بقى واضح اكتر، واحنا بنتكلم عن الاخوه من بدء الخليقه يا جماعه، واحنا عارفين ان الاخوات بيحبوا بعض، بيخافوا على بعض، واحيانا بيغيروا من بعض. واول اخين في التاريخ الاخ قتل اخوه، وكلنا ولاد القاتل ده. بس طبعا احنا النهارده مش هنتكلم عن الاخوات والقتل، احنا بنتكلم عن الاخوات ازاي بيحبوا بعض، امتى بيخافوا على بعض، امتى بيخافوا من بعض، وامتى بينصحوا بعض. وعايزين نبدا بقى بمي سليم. مي، مين الاكبر فيكم؟ مي. مايس هي الاكبر. بنبتدي بقى بالاكبر، وعايزه اسال مايس واقول لها، بتحسي دايما ان الاخت الصغيره بتكون متدلعه اكتر؟ ده فعلا. هو يمكن مش دايما، بس احنا عيله مكونه من اربع بنات وشاب، فبما ان مي اصغر واحده فينا فمي يعني متدلعه على الاخر يعني. بس هو ده فعلا واقع. بيقول دايما، بيقول يا اما الكبير بقى المقرب قوي، يا اما الصغير بقى مقرب قوي. ففي حاله العائله عندنا مي هي المقربه. مي ليه مي سليم ومي حمدان، مع ان يعني الناس كلها عارفه ان انتوا شقه؟ هو انا اسمي الحقيقي اصلا مي حمدان، بس هو اسمي الفني مي سليم. لما ابتديت اغني فحسوا ان مي حمدان، مش عارفه ليه حسوا ان هو هيبقى تقيل على الجمهور او ان هو اسم صعب شويه، فحبوا ان هم يختاروا لي اسم فني فبقى مي سليم. مي حمدان دايما يقولوا يعني الاكبر بيبقى مسيطر شويه على الصغير. امتى ضربتي مي؟ لا دي مي هي اللي بتضربني. لا والله. امتى ضربتك؟ ده فعلا. لا واحنا صغيرين عارفه اللي بتاعت سيب ونسيب، يعني دايما ماسكين شعر بعض كده، وسيب انت الاول، لا انا سيب انا الاول. دايما كنا بنلعبها مع بعض، والحمد لله مي كان يعني البنيه الجسديه عندها اقوى مني، فدايما كانت هي مسيطره في هذه الحاله. لا ايه السبب بقى؟ ان مايس كانت بتعيط قبل ما انا اضربها اصلا، يعني ما كنتش بعرف افش غلي. ايوه يعني هي من الاول بتسبق. ايوه بتسبق وبتضرب على طول. الخلافات الاكتر بتكون ما بين ايه؟ ولد وبنت ولا ولد ولد ولا بنتين؟ يعني دايما بيكون كده في، لا ما لهاش علاقه ولد وبنت، او هي الموضوع نفسه. يعني ممكن بنت وبنت يتخانقوا على حاجه ما بيبقوش متفقين، هي وجهات نظر. وجهات نظر هي اللي ممكن تخلي حد يتخانق، بس ما اظنش ان بتختلف من ولد ولد او بنت ولد كده. مايس امتى مي اتعرضت لازمه عاطفيه او مشكله وانت وقفتي جنبها ونصحتيها؟ امتى؟ لا مش حكايه امتى، هو انا دايما يعني دايما ده بيكون سميه بحكم الاخوه، يعني لازم لما تبقى هي دايما في اي ريليشن شيب معينه لازم افضل واقفه جنبها وانصحها، عشان دايما بيقول الانسان اللي بيبقى هو جوه الحاجه ما بيبقاش عارف يسيطر على مشاعره او عارف يفكر زي ما الواحد يبقى هو من بره بيدي النصيحه. فانا بحاول دايما ان انا لو شايفه حاجه غلط في العلاقه دي بنصحها، بقول لها خدي بالك في كذا وكذا وكذا، لو حاجات كويسه بخليها تستريس عليها اكتر، بقول لها كملي كده ده كويس. اخر غلط بقى عملته مي كان ايه؟ مي انت لحقتيها او نصحتيها؟ ايه ده؟ لا ده السؤال ده صعب قوي على فكره. اصل مي غلطها كتير قوي. مش علقها على ايه ولا ايه؟ مي تفكرين. لا ما اكيد انا مش هطلع نفسي غلطانه. لا انت عارفه اغلطك كويس، بس فكريني انت عملتي ايه غلط، انا مش فاكره خالص دلوقتي. لا مش اغلاط، هي ممكن نبقى بنتكلم في حاجه فانا اصمم على رايي فما يستختلف معايا في وجهه نظري. بس غلط كغلط لا، لان احنا دايما في كل حاجه يمكن عشان انا وميس قريبين بزياده من بعض فبنبقى متفقين على حاجه، فما بيبقى يعني ما بيوصلش الموضوع لغلط، بيبقى اختلاف وجهات نظر. ايه النصيحة اللي خدتها مي من مايس وما تنساهاش ابدا؟ مايس ادتالي ان انا اقلل العصبية شوية. تقللي العصبية وفعلا بتعملي كده؟ بحاول، بس انا شخصية عصبية نرفوزة، بس عارفة اللي هو ممكن اتعصب قوي وفي الاخر انزل على، يعني لو جيت قالت لي مثلا اي حد ضايقني وقال لي سوري خلاص بنسى، اكن الموضوع ما حصلش، بس في لحظتها ببقى عصبية ما بعرفش اسيطر على يعني ما يعني العصبيه دي. معانا دلوقتي طبعا صديقي طرطق، وعايز يرحب بمي سليم. مي سليم. ازيك يا طرطق؟ وطرطق دلوقتي هيرحب بمي حمدان. ميس حمدان. ميس.
تعالوا نبدا بقى الجد وندخل في مسابقتنا واسئلتنا لضيوفنا. واول سؤال لمي سليم بيقول: عندك فكره اللي اخترعوا الطيارات كانوا اخين برضو، كانوا اخوين ايه، ميشيل ولا رايت ولا ارمسترونج؟ رايت. الاخوين رايت. طيب عايزين بقى نشوف فانجل، وده صديقي التاني اللي بيبقى دايما معاه السكورز بيقول صح ولا غلط. ايه هي مي طلعت مثقفه. اجابه صح جدا. وطبعا عايزه اقول ان في 5 درجات لمي سليم. نيجي بقى لميس حمدان. اول جريمه في البشريه كانت بين اخين، اللي ارتكب الجريمه دي مين، قابيل ولا هابيل ولا هميس؟ هما قابيل وهابيل هما مش كانوا الاخين برضو؟ طب المفروض مين اللي ارتكب الجريمه، مين اللي قتل بقى؟ قول الاسماء تاني كده. قابيل ولا هابيل ولا هميس؟ هو هابيل يا جامل هبل شويه فديت هابيل، بس هو شكله قابيل. لا قابيل. فانجل ايه الاخبار؟ انا شكلي انه غلط يعني، بس اوكي. ايه طب الحمد لله. الاجابه صح جدا، هو قابيل و5 درجات، وفي تعادل ما بين مي سليم وميس حمدان. مي ممكن ارفع عليها قضيه دلوقتي. ايوه. السؤال ده لمي سليم: وجامعه الدول العربيه انشئت علشان الاخوه العرب، انشئت سنه كام؟ 1945 ولا 1948 ولا 1973؟ 3. بصي هو بالحظ كده يعني، انا مش عارفه، بس انا هجاوب السؤال ده بالحظ. 48. وفانجل معاه الاجابات، وميس ما تغششيش مي تاني. يا رب يكون صح. لا 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 لا. الاجابه خاطئه. وجامعه الدول العربيه 45. سوري شفتي بقى، لا حاجه بتغششك غلط، ما تبقيش اسمعيها بقى تاني. طب 45 صح ولا غلط؟ الاجابه الصحيحه 45، وده العام اللي انشئت فيه جامعه الدول العربيه. ميس بقى، عدد الدول المفروض ان هم اشقاء في جامعه الدول العربيه، 18 دوله ولا 20 ولا 22 دوله؟ هو ده صعب قوي. 18 ولا 20 ولا 22 دوله؟ 18 اي 18. ايه هم ما بتسالنيش، بس هم 18. لا 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 لا. الإجابة خاطئة، وهم 22 دولة، دي الإجابة الصحيحة. ولحد دلوقتي طبعا في تعادل في السكور، ويا جماعة عايزين نقول إن احنا لازم نطرطق ودنا ونفنجل عينينا لأي حد ممكن يوقع ما بين أي 2 إخوات. لازم الإخوات يحسوا مع بعض بالأمان، يغيروا على بعض، يحبوا بعض، يتعاونوا مع بعض، من أول الأخوة اللي في البيت لحد الأخوة ما بين الدول العربية. وخليكم معانا، فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم مرة تانية وفقرة الظهر. عايزين نقول يا جماعة الحظ احنا كلنا بنحتاجه في حياتنا، بس الحظ وحده لا يكفي. ضيوفنا هيجوا دلوقتي علشان يرموا الظهر، اللي هيجيب سكور عالي اتفضلوا، اللي هيجيب سكور عالي ليه سؤال سهل، واللي هيجيب سكور اقل ليه سؤال صعب. لحد دلوقتي السكورز 5-5. طب احنا مع بعض بنرمي؟ انتوا طبعا مفيش قرص في الدايس، الدايس هنا في الباول دي وهترمي. كده فعلا؟ على الترابيزة. جامد بقى، جامد. ما تنفسنيش بقى يا مي. ايوه ها ها. 5 لميس حمدان. ايوه مي. و6 لمي سليم. يعني مي هي ليها السؤال السهل، اتفضلي. ايه ده، مش قلتي لما يبقى الرقم اقل وبياخد السؤال اسهل؟ خلاص يا مي. ايه السكور الكبير ده؟ هي 6 وانا 5. يعني هي اللي ليها السؤال السهل، هي اللي كسبت. هو لما يبقى اكتر بيبقى اسهل. ايوه عشان هي اللي كسبت في الظهر. انا عاملاها اون بيربس والله، عشان اخد انا السؤال السهل. يلا معلش، قدر الله ما شاء فعل، مش مهم. طيب أول سؤال سهل لمي سليم بيقول: أين يوجد مقر جامعة الدول العربية؟ الرباط ولا الرياض ولا القاهرة؟ تاني كده. ده السهل. أين يوجد مقر جامعة الدول العربية؟ الرياض ولا الرباط ولا القاهرة؟ القاهرة ولا الرباط؟ مش هغششك عشان لا ما تغششيش. ده سهل على فكرة. ده السهل؟ الرباط؟ الرباط؟ الرباط والإجابة خاطئة، ومي سليم خسرت 5 درجات. هجيبكم كده، مفيش أي حد يغششني. هي القاهرة طبعًا، على فكرة هي جنب القاهرة. بجد والله؟ في التحرير. والله العظيم. طب أنا مش من مصر يا جماعة. أنا مش من هنا. أنا مش من هنا. دلوقتي مش من هنا طبعًا. طيب السؤال الصعب بقى لمي حمدان، وربنا معاكي، ركزي. الإجابة صعبة أوي كده؟ والله بلاد الوقواق
اللي هي بيتضرب بيها المثل. و و و العرب كانوا بيقصدوا بيها بلد ايه؟ الصين ولا اسبانيا ولا مدغشقر؟ محدش يغششها. طب استنوا كده اما اركز عشان ده سؤال صعب. ايوه عليه كام درجه؟ تاني الاجابه خمس درجات برضه. الاختيارات الصين ولا اسبانيا ولا مدغشقر؟ الصين بقى. الصين كده حاسه يعني حاجه ليها علاقه باللهجه بتاعتها. كده يعني. مش كده برضه الصين؟ طيب لا 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 اجابه لا 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 خاطئه لا لا لا. وبرضو مايس حمدان انا كنت هقول مدغشقر عشان تبقي فاهمه. الاجابه الصحيحه هي مدغشقر فعلا. كان لازم تفكري تاني لحد دلوقتي. السكور لا يزال 5-5 لمايس حمدان ومايس لا لازم اتشطر قوي الفتره الجايه. هتتفضلوا تاني معانا ترمو الزهر ولسه مايس حمدان عندها فرصه انها تجيب سكور عالي. هو عايز اسال سؤال دلوقتي مين؟ احنا دلوقتي يعني متساويتان. متعادلين 5-5 يعني اخوات ومتعادلين. ما هذا يا هذا دي عايزه لفه جامده قوي. ايوه لفه كتير مشالك دي عارفه. لا يعني انت حطيتي ايدك. خلاص يعني حطيت ايدي هو ده حظ. عايزه تحاولي تاني؟ لا هي اربعه. يبقى خلاص. اربعه لميس حمدان. انا عايزه السؤال الصعب عشان لما احله غلط الناس ما تضحكش عليا. لا 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 ما حدش هيضحك عليك. واثنين وفعلا امنيتك اتحققت وهتاخدي السؤال الصعب. اتفضلي. تمام الحمد لله. نبدا بالسؤال السهل. تاني سؤال سهل بيقول اين يوجد مبنى هيئه الامم المتحده؟ نيويورك لندن ولا جنيف؟ نيويورك لندن ولا جنيف؟ مش عايزه ابص لحد. لا اوعي قعدتوا تبصوا في الاخر برضه خدتوا الاجابه غلط. هي لندن. لا اكيد نيويورك او جنيف. لما تغششيني بغمزه كده. طب ايه مايو رايك ايه؟ سؤال سهل يا ستي. ده السؤال السهل في اللي جاي انا. لا هي اكيد يعني نيويورك بقى. نيويورك والاجابه صحيحه وعشر درجات لمايس حمدان. 10؟ طبعا كتير قوي كده. احنا قلنا برضو ان الحظ وحده لا يكفي. وتعالوا بقى للسؤال الصعب ومايس لين. تقدري تقولي لي مساحه اليابس في العالم قد ايه؟ 28%، 38% ولا 48%؟ 28. إيه. الإجابة صحيحة وبرضه تعادل. هي مايس لين إيه؟ 10-10 لمايس لين ومايس حمدان. ويا جماعة افتكروا دايما إن الحظ وحده لا يكفي. هنسيبكم مع فاصل ونرجع لأهم وآخر فقرة في حلقتنا. ورجعنا لكم تاني وتالت وآخر وأهم فقرة في حلقتنا النهاردة. علشان كده الفقرة دي عليها 10 درجات. لحد دلوقتي السكورز 10-10 لمايس حمدان ومايس لين. هنعرض دلوقتي مشكلة إنسانية يهمنا طبعا رأي ضيوفنا وأهم حاجة يقولوا هم قالوا رأيهم ده ليه لحل المشكلة. جمهورنا في الاستوديو بيعمل فوتس. اللي هياخد فوتس أكتر هو اللي هيكون ليه العشر درجات. تعالوا نسمع المشكلة مع بعض ونرجع لكم تاني. إحنا بنتين توأم. مشكلتي كلها بدأت لما أختي حبت ولد وكان دايما بتحكي لي عنه. فكر إن هو يجي يخطبها من البيت وساعتها شفته. مش عارفة إيه اللي حصل لي. لقيت نفسي بتشد له بطريقة غير عادية وبحاول أشده ليا وبقى نفسي إن هو يبقى معايا دايما. لحد ما خطب اختي لكني ما يقصتش ان هو يبقى معايا. ولما كانت اختي تحكي لي عن مشاكل ما بينها وما بينه كنت بقول لها استني استني هو يكلمك وابدا انا اكلمه. لحد ما لقيت نفسي مشداله واعترف ليا ان هو ميال وفسخ خطوبته باختي. وبعدها بشهر جه يتقدم لي. اختي ساعتها حاولت تنتحر وانقذناها. ساعتها بس حسيت ان اختي غاليه عليا. بس بجد انا بحبه قوي. مش عارفه اعمل ايه. سمعنا طبعا المشكله مع بعض واعتقد ان الموضوع طبعا كان فيه غيره شديده واضحه يعني. فرايك ايه مايس؟ يعني رايي انت عايزه ايه اللي لازم يحصل يعني؟ انت رايك البنت تتصرف ازاي؟ رايي لا لازم اهلها لانه ملوش خير في اهله وملوش خير في حد تاني. حتى هو كشخص بعد كده حتى لو سابت اهلها وراحت له واختها التوأم اللي دايما حتى بيقول التوائم قريبين قوي من بعض. حتى لو هي سابت اهلها واختارته هو على اللونج ران بعد كده مش هيحترمها. لانه يعني هي في كلمه قلتها لك ملوش خير في اهله ملوش خير في اي حد تاني. ويعني مش عايزه امشي بمبدا ان الحب بيروح والحاجات دي كلها. لا لان الحب برضه الواحد لما يلاقي حد يحبه بقى صعب قوي انه يتخلى عنه. بس في الاخر دي اهلها يعني دول ناس اللي معاها العمر كله. ما تعرفيش الانسان ده بعدين ممكن يطلع عامل ازاي. تبقى خسرته وخسرت اهلها. لا اختها طبعا يعني هي لازم تسيبه. لازم تسيبه. كمان عارفه اقول لك حاجه ده يعني هي بعدها بعدين هي هتندم لان ده كان انسان
كان بيحكي في بيكن مشاعر لاختها واختها كانت بتكني له. هي بعد كده مش هتبقى حتى مرتاحه قدام اختها وهي يعني تصوري انت قاعده جنب جوزك وعارفه ان جوزك ده كان مع اختك قبل كده، فطبعا صعب قوي ده. مي ايه رايك؟ والله بصي اللي انا شفته اكيد لازم اتفق مع مايسن، اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد. دي حاجه لا انا ولا هي، لو اي حد من الجمهور دلوقتي هيقول نفس الحاجه، حاجه مش هيختلف عليها اتنين. وكمان اقول لها احنا برضو انا مش عارفه احط نفسي مكانها مايس، يعني مش عارفه احط نفسي ان هي ممكن تكون بتحبه لدرجه ان هي تقسى على اختها للدرجه دي وتقدر ان هي تقول لها او تحس بيها. مش عارفه ابقى متعاطفه حتى معاها اللحظه ان ممكن اقول لها، بس بقول لها برضو يعني دي اختك، يعني اختك انت شقيقتك اللي وقفت جنبك وتربيته مع بعض وكبرته مع بعض، ويوم الايام كنتوا بتاكلوا انتوا الاثنين في طبق واحد. هل هتقدري تقعدي مع الراجل ده وتاكلي معاه في نفس الطبق وانت حاسه ان اختك كان نفسها تقعد معاه او ان هي تبقى مراته او نفسها ان هي؟ اظن ده صعب جدا. واقول لها ربنا مدينا نعمه النسيان، لو بنتي بتحبيه دلوقتي صدقيني القعده جنب اختك احسن بكتير من ان انت تبقي قاعده جنب واحد بتحبيه. اكيد يوم الايام هتنسيه، كلنا حبينا ومرينا بتجارب حب وما كانش نصيبنا البني ادم ده ونسيناه، فربنا ادينا نعمه النسيان عشان ننسى. فحاولي ان انت تبعدي. مش عارفه اقول لك ايه، لكن زي ارجع اتفق مع مايس واتفق مع اي حد ممكن يكون بيتفرج علينا دلوقتي، انت لازم تسيبيه عشان اختك ما تستاهلش منك كده. طبعا سمعنا راي ضيوفنا، ويهمنا دلوقتي فوت الجمهور اللي معانا في الاستوديو لاسباب الراي اللي حاسين ان هي اقرب للصح. الفوت جاهزه دلوقتي وهنشوف مين اللي اخذ فوت اكتر. 28 لميس حمدان و19 صوت لميس ليم. حلو برضه. شفتي بقى انت قعدتي نص ساعه تتكلمي وانا في كلمتين. ميس حمدان الكبيره العقله الراسيه اللي بتعرف لغات كتير ولهجات كتير هي اللي كسبت بقى السكور بتاعها 20-10 لميس ليم. وميس طبعا هتتبرع بجائزتها لحاله انسانيه، وعايزين بقى نسمع منك الحاله دي ايه. هي مش المشكله او الحاله اللي عندنا النهارده، هي مدام اسمها هويده، اتجوزت المره الاولانيه وجوزها للاسف توفى وساب لها بنت، ورجعت اتجوزت تاني برده للاسف تطلقت وساب لها برده جوزها بنت. هي دلوقتي معاها بنتين، وبزياده على كده ان هي عندها انسداد في الشريان. فتصور بقى يعني تصوروا الحاله دي عامله ازاي، ست وحيده ببنتين وعندها مشاكل في القلب، فطبعا المصاريف مش قادره عليها، وساكنه في شقه ومش قادره تدفع ايجار الشقه دي. فهي كانت طالبه انه الناس يساعدوها انه يلاقوا لها شقه ارخص من كده شويه عشان تقدر تسكن فيها، وانها تقدر كمان تلبي متطلبات بيتها وبناتها، وطبعا المصاريف العلاجيه بتاعت مرضها. ويا رب ان شاء الله نحن نقدر نساعدها يا رب. يا رب ان شاء الله. واحنا معانا دلوقتي مدام هويده على التليفون. الو، ازيك يا هويده؟ ايوه ايوه. ازيك يا حبيبتي؟ كل سنه وانت طيبه. ان شاء الله نشوفك دايما كده بصحه كويسه، ورمضان كريم عليكي وعلى اولادك، وربنا باذن الله نسمع عنك كل اخبار حلوه قريب باذن الله. طبعا بنشكر ضيوفنا، بنشكر النجمه مايس حمدان، بنشكر النجمه مايس ليم. وطبعا عايزين نقول ان الفائز الحقيقي في حلقتنا كانت مدام هويده. مهم جدا لما نساعد حد مش لازم الناس كلها تعرف ان احنا ساعدناه. استنونا في حلقه جديده من طرطق وفنجل. كانت في يوم مش شايفاها طرطة ودانا كل حاجة هتسمعها فنجل عينيك فنجل عطر وسعها طرطة وفنجل.